حتى تكون من العناصر الممثلة للفريق الوطني المغربي في شهر أغسطس الجاري. الكأس البطولة السلام عليكم، معكم أحلام مخلوف شامبيون دي ماروك في البطولة اللي تنظمات في بداية الرومي بالكنيتاش. لعبت بطولة سلاد الجوالات، كانت بطولة فيها منافسة جد قوية. كان بغي نشكر الجميع الملكية المغربية نظمات هذه البطولة واللي عطتنا هذه الفرصة باش نجيو لهنا، وشكرا. السلام عليكم، معكم نور الدين مسلا من نادي المنارة في مراكش. الحمد لله استطعت بالفوز بالبطولة المغربية رجال المقيمة من في إقليم الخميسات بيت رومي. وكنشكر الجامعة الملكية المغربية بهذا التنظيم الجيد، وكنشكر كذلك النادي ديالي المنارة، وكنشكر كذلك لي زاربين حتى هما كانوا كيسهروا معنا. وبهذه المناسبة بغيت هذا الحمد لله فزت بهذه البطولة هذه. أنا الأصل ديالي من مدينة الخميسات رغم ما كنتمي للنادي المراكش ومقيم في مدينة الدار البيضاء، وأنا جيت سعيد بالفوز ونتمنى التوفيق، وإن شاء الله المناسبات القادمة تكون مشاركات جيدة. كيفاش كان اللي شاركوا في هذه النسخة هذه صراحة كانوا أبطال المغرب، كانت منافسة جد قوية صراحة، كانت منافسة شرسة في البطولة هذه. والحمد لله يعني كونتراسيون هذا استطعت بالفوز في هذه البطولة هذه، والحمد لله. وكان هدي لهذا الفوز هذا صراحة اللي كيدعموني جميع الأصدقاء ديالي، النادي ديالي، كذلك العائلة ديالي، وكذلك مدينة الخميسات. وكان هدي لهذا الفوز هذا صراحة اللي سيدي ما كانش بطل المغرب اللي كيمثل هاد البلاد هاد مدينة الخميسات. والحمد لله كيما قلت لكم انا استطعت الفوز فاز بهاد البطولة المغرب، وكانت الخميسات وتقاديم الخميسات الحمد لله.